يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة ممن يدرسنا مادة العقيدة لما جاء على مبحث ولاة الأمر قال بأن الخروج على ولاة الأمر مختلف على ولاة الأمر مختلف فيه بين السلف، ثم استقر الأمر على عدم الجواز. السؤال: هل لهذا الخلاف حقيقة؟ وكيف نتعامل مع هذا المدرس إن كان غير حقيقة؟ لا، ما في خلاف بين السلف في عدم الخروج على ولاة الأمور، بل هم مجمعون وقاتلوا الخوارج، قاتلوا الخوارج بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف يقول إنهم مختلفين؟ هذه الحكاية غلط، لكن عليكم بإرشاده وأن هذا أمر غلط ولا يجوز له، مع أنه مدرس لا يجوز له أن يذكر هذه الأشياء. إن كان بيعتبر خلاف المعتزلة وخلاف الخوارج هذا شر، خلاف أهل الضلال ما يعتد به، لا يعتد بخلاف أهل الضلال، وإنما الخلاف عند أهل السنة والجماعة هو الذي يعتد به، ولا يكون في هذه الأمور وفي هذه الأصول، إنما اختلفوا في المسائل الفقهية فقط، أما ما يتعلق بالعقيدة وأصول العقيدة فلم يختلفوا فيه والحمد لله. عليكم أن تنبهوا هذا المدرس، ترشدوه إلى هذا. نعم.